عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، وتاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من البرنامج. وطبعاً إحنا قدامنا الكثير من التحديات في مشوار النادي الأهلي نحو الحصول على النجمة العشرة إن شاء الله الفترة اللي جاية. عندنا مباراة صعبة أمام فريق الترجي التونسي، هو كمان فريق إلى جانب إنه فريق قوي، بالإضافة لده هو كمان عنده حق مشروع جداً، هو كمان من حقه إنه يحلم بالتأهل للنهائي، فده أكيد هيصعب علينا الأمور إلى حد ما. عموماً عندنا تفاصيل كتير جداً هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق، واللي اكيد هنغوص معاه بقى في كل التفاصيل. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الجمال. بونجور يا فندم. بونجور يا فندم. انا معلش هبدا بسؤال غريب شويه، هل الفوز في رادس الى حد ما ممكن يبقى ليه نتائج سلبيه على الاهلي؟ اكيد اكيد ليه نتائج سلبيه لو الفرقه مش قافله عليها، بس باللي ظاهر وباللي عمله الشناوي ومستر موسيماني بعد المباراه، لا ان شاء الله مش هيبقى ليه نتائج سلبيه، لان قصه مثلا الشناوي خلى الصحفيين يخرجوا بره وبتوع التلفزيون ويطلعوا ويقولوا انا احنا لسه الحسم في القاهره، مستر موسيماني طلع قال لسه ما صعدناش والحسم لسه في القاهره، فده معناه ان اللعيبه مقدره حجم اللعيبه والجهاز مقدرين حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقه، وان شاء الله ان شاء الله مش هيكونوا خرجوا بره المباراه. القصه عندنا هنا في الجمهور، قصه في الاعلام، مش القصه في الفرقه. انا متاكد ان الفرقه قافله على نفسها، متاكد ان كابتن خطيب كابتن سيد قافلين على الفرقه كويس جدا. ده كان واضح في التصريحات. فالفرقه قافله على نفسها، انما اللي مش قافل على نفسه هو الجمهور بتاعنا. هو بيفرح برده كابتن فوزي، يعني ما نقدرش فرحه حلوه ما نقدرش نتكلم وكل حاجه، بس احنا عاده جمهور النادي الاهلي انه بياخد بطوله زي الفرقه بيقفل عليها وبيدور على اللي بعدها، فاحنا لسه ما خدناش اللي بعدها، احنا لسه في بصدد العاشره وان شاء الله ربنا يكتبها لنا. يعني مش صح ان احنا مش هقول ان نخدع بالفوز اللي حصل، بس على الاقل ما نسيبش الفوز ده ياثر علينا، بص ونتعامل مع الماتش ده على اعتبار ان هو بدايه كلام مش نهايه الكلام. ان نخدع معناها ان في خدعه حصلت او في مس اندرستاندنج الموضوع اللي حصل، لا، الفرقه كانت احسن مباراه تكتيكيه وبدنيه لعبتها فرقه النادي الاهلي من ساعه ما موسيماني جه كانت المباراه السابقه. أوكي. انت ممكن ما تقولش ما ننخدعش بالمنظر، ممكن نقول ننخدع بالنتيجه، انما الفرقه انا مقصود بطبيعه الحال النتيجه طبعا. النتيجه لا، النتيجه خادعه، بدليل ان الترجي لعب في مصر 10 مباريات تعادل في 6 ومع النادي الاهلي اتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 منهم خساره، كسب بعديها في تونس 1-0 والاهلي خرج على يد انرامو، منهم خساره 2-0 وتعادلوا ولعبوا ضربات جزاء وكسبوا 6 مباريات تعادل، منها مباراه تعادل 2-2، مباراتين تعادل 1-1، يعني فرقه الترجي قادره انها تلعب كوره، ناهيك على انهم فرقه كوره اصلا. طب. فرقه محترمه بيلعبوا على استاد كويس، يعني في مشكله في ماتشات افريقيا عامه ان انت الملاعب ما بتبقاش جيده، ولكن فرقه الترجي سابت ملعب رادس وجايه تلعب في ملعب السلام، ده ملعب كويس وده ملعب كويس، الجمهور محترم، الجمهور محترم، فالدنيا هتبقى ان شاء الله بالنسبه لهم هيبقى عندهم امل وعندهم قتال طبعا. وعندهم دوافع اكبر، لو النادي الاهلي ما وقفش بنفس الدوافع والروح والقلب هتبقى المشكله صعبه عليه. طيب لو هنتكلم تحديدا معلش عن اللي فات عشان نقدر نبص على اللي جاي وسريعا مش هنطول، غياب محمد هاني وفكره ان قفشه برده نزل يعني الى حد ما متاخر، ده ممكن يكون خلى اللعب برده يتغير، يعني احنا شفنا حتى الخطه اتغيرت اكتر من مره من الشوط الاول والثاني وغيره، ده كان ذكاء جدا وتحضير رائع على فكره من موسيماني. فهنا بقى الشكل المفروض يبقى ازاي برده يا كابتن فوزي؟ بص حضرتك الدنيا هنا هتختلف تماما عن هناك، انت كان عندك غيابين مؤثرين الا وهو محمد هاني وبعديه جه رمضان بيكهام اللي هو المفروض البديل، بيلعب في مركز الباك رايت، اتصاب وهو في التدريبات، فما بقاش عندنا حل غير اكرم توفيق ورامي ربيعه. هو نزل مكان محمد هاني. أيوة. يعني فالجهاز فضل وجود اكرم توفيق على حساب محمد هاني، واكرم قدمها على احسن ما يكون. صحيح. وعمل مباراه من احسن مبارياته. تمام؟ الناحيه الثانيه قفشه مش موجود، فاضطر مستر موسيماني يلعب بثلاثي في خط المنتصف، حمدي فتحي والثلاثي وديانج. بس الثلاثي مش ثابت، بمعنى صحيح. ان انا ابتدى اللعب 3 على الورق 4-3-3 في الملعب، لقينا اللعب 3-4-3، حمدي فتحي ساقط في ظهر السردباكين والكره وهي معانا بيطلع قدامهم بيبقى ليبرو خط المنتصف، واحنا بنهاجم حمدي فتحي قدام الاثنين الثلاثيه وديانج، ده معناه ايه؟ ان انت عندك واحد بيغير لك في التكتيك بتاع الفرقه كل شويه او في الفورميشن بتاع الفرقه كل شويه، فانت العلاج بتاعه ايه؟ هو كان سبحان الله حمدي فتحي وكان موفق جدا في المباراه، الكره مش معانا ينزل يقف ويغير الخطه، الكره معانا وبنبتدي بيها من تحت يقف قدام الاثنين السردباكات، الكره بنهاجم يطلع قدام الاثنين الديفندر، فده معناه ان هو كان
واحد بس لما بيغير لك الخطه ده معناه ان المدرب حفظ اللعيبه خطط كتير وخلاهم يفكروا هما في الملعب. خلي بالك ويبقى عندهم القدره على اتخاذ القرار كمان. لا ده كمان مش القدره، ده كمان الفكر ان هما يتنقلوا من 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 الخطه لازم ال 11 واحد او ال 13 او ال 14 اللي لعبوا يكونوا بيفكروا بنفس الدماغ. اكيد التفاصيل اللي انت بتتكلم فيها دي كابتن احمد برضو من ضمن العناصر اللي خلتنا نشهد في يعني النهارده كده التشكيل المثالي من وجهه نظر الكاف اللي بيضم خمس لعيبه من النادي الاهلي منهم ثلاثه من الاسماء اللي احنا بنتكلم فيهم. لا ثلاثه من خط المنتصف اللي هو عمل احلى جيم في حياته يعني حمدي وديانج تقريبا ومعاهم بنون واعتقد محمد شريف مش فاكر مين الخامس وديانج معاهم خط وسط. عندنا التقسيمات تشكيله تمام انا شايف حاجه ديانج وبنون طبعا محمد شريف واكرم توفيق ايوه صح واكرم فانت انت عندك ثلاثي كان على احسن ما يكون حمدي وديانج واكرم توفيق ثلاثه اجادوا بنسبه 10 على 10 في المباراه فانت الثلاثي ده غير لك زي ما بقول لحضرتك التكتيك في 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 الملعب بثلاث طرق مختلفه في خلال 90 دقيقه. الراجل راح منزل قفشه بقى غير اللعب كله. طب ايه رايك في الثلاثي بقى الثاني اللي هو محمد شريف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن؟ طيب يمكن عملوا اللي عليهم الشوط الاولاني بس يعني كنا ممكن لو في رغبه شويه اكتر من كده يبقى احسن شويه خصوصا شريف اجاد وراح مره واثنين وضيع ما شفناش حاجه خطر لطاهر وصلاح محسن لانهم كانوا مهتمين بالناحيه الدفاعيه عن الناحيه الهجوميه شويه وده يمكن ما خلناش نروح على الجون الشوط الاولاني كتير الشوط الثاني وبعد نزول قفشه تحديدا الدنيا اتحركت كتير قدرنا نوصل كتير جدا لان الريتم من الناحيه الدفاعيه او من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه صحيح. حتى واحنا قافلين عليهم واحنا بندافع بنستلم بندي قفشه قفشه بيوصلنا للجون كتير صحيح. ودي غيرت في التكتيك وخلت معين الشعبان المدير الفني بتاع الترجي يقع في مشكله كبيره جدا انه ايه كان الاول بيلعب فوسيني كوليبالي اللي هو رقم 6 بتاعهم بيلعبوا الاول فري في الملعب كله وبيدافع على بن رمضان وبن غيس لما نزل قفشه مسكوا القفشه وسع الحته بتاعت المنتصف الجون اللي احنا جبناها فيه قبليه كوره قبلها بست دقائق تحديدا في الدقيقه 61 على ما اعتقد نفس الهجمه وديانج هو اللي منطلق وشريف هو اللي متحرك وكان في مساحات قدامه يمكن الباص ما كانش مظبوط بس لما تلاقي ان الكوره دي اتكررت وجي منها هدف تعرف ان ده شغل مدير فني وان معين الشعباني اكل البلوزه زي ما بيقولوا راح منزل نزل خلى فوسيني يبقى قريب من قفشه ووسع الدايره بتاعت نص نص الملعب لاي حد يجي انطلاقات من تحت كويس. طب خلينا نتكلم في الخطه من وجهه نظر حضرتك هيلعب بيها الاهلي يعني احنا دلوقتي في الاياب احنا هنقول اسوا الحلول احنا عايزين نتعادل تعال. فهل احنا بنتكلم بقى في خطه دفاعيه يعني احنا هنركز على الخطه الدفاعيه ام القصه مش كده وبرده ممكن يبقى في تغيير في الخطه لا اعتقد ان في اثناء اللعب اعتقد ان الفرقه هترجع لطبيعتها 4 2 3 1 ولكن دفاعيه شويه هيلعب في في زونكون في منطقه كده هيقفل على نفسه في 40 متر تحت نص الملعب ويلعب مرتدات خاصه ان قفشه هيكون متواجد فهيحط مثلا سي اثنين في نص الملعب وليكن ديانج وحمدي فتحي او ديانج وسولير وقدامهم قفشه بحيث ان اول ما قفشه يستلم كوره يقدر يوصل ويوصل الناس اللي قدام بسرعه فمش هتبقى خطه دفاعيه قوي لا انا اعتقد انها هتبقى خطه متوازنه. ليه دايما يا كابتن بيبقى والكلام ده عبر التاريخ يعني فكر زي ما احنا بنقول كده مثلا ايه من اول ما قفشه نزل تمام الدنيا اتحركت يعني ليه دايما في لعيب بعينه هو اللي لما بينزل بيحرك الميه الركض زي ما بيقولوا ليه الخاصيه دي ما بتكونش موجوده عند كل اللعيبه وكان كلهم بلاي ميكرز؟ طيب كل اللعيبه في الدنيا بيبقى ليه ميزات وعيوب ده شيء طبيعي في الدنيا كلها طبعا قفشه من نوعيه اللعيبه اللي اهم ميزه عندها ان هو بيلعب الكوره لمسه واحده ويتحرك كوره لمسه ويتحرك وعينيه شايفه الملعب كله مش اي حد في الكوره على طول رافع عينيه وهو بيستلم معظم الناس وهي بتستلم بتحط يعني وشها في الارض انما قفشه من الناس اللي لما بتستلم بترفع راسها فوق عشان تشوف الملعب كله ودي ميزه هتبقى ايه بالظبط طبعا دي ميزه مهمه جدا 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 عند قفشه ثانيا في واحد كده بيبقى ايقونه لجيل معين يعني شايف ان قفشه لما نزل خد عيون الناس اللي حواليه وسهل المساحات للي بره نفس الوقت هو بيعرف يلعب لمسه واحده في حتت كتير بيوسع وبيلعب في حتت فاضيه فاعتقد لا قفشه من الناس اللي ممكن نقول عليهم جزء او هيبقى عشان ما بقاش ايقونه أيوة. هيبقى ايقونه بتاعت الجيل ده ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اروح مع حضرتك لنقطه لان اختلف فيها الاراء بصراحه واحنا امبارح برضو كنا بنتكلم بشانها يعني فكره الراحه اللي هي الطويله اللي سبقت يعني ناس كتير شافت ان ده بالعكس ده كان موضوع ايجابي جدا واحنا كنا في امس الحاجه لهذه الراحه
من كم الضغط والإجهاد البدني، وده انعكس بشكل إيجابي جدا على اللعيبة، لأن احنا شفنا قوة ولياقة بدنية غير مسبوقة بصراحة من فترة. وأشخاص تانية بتتكلم لا بالعكس ده بيؤدي إلى هدوء في الأداء وعدم استعداد كافي. حضرتك شايف إزاي كابتن فوزي؟ احنا يعني أي متابع قبل المباراة كان بيقول إن ده سلاح ذو حدين للأمان. صحيح. تمام. سلاح ذو حدين، يا إما يرجع بالفرقة ريفريشنج مرة تانية والفرقة ترجع تبتدي من زيرو، وبعد ما فولت العداد ترجع تنزل العداد وتبتدي من أول وجديد، وفي حد تاني كان بيقول لا أنت كده صفرت العداد ولسه عايز تشحن وتبتدي من أول وجديد عشان ترجع فطبعا هي بتاخد فكرين. الراحة السلبية دي مش هتأثر في أول مباراة ولا في تاني مباراة، الراحة السلبية دي هتأثر على المدى البعيد، والراحة السلبية دي هتأثر على المدى البعيد في 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 المعدل البدني للعيبة. فانت ما تقدرش تحكم على لعيبه بعد ماتش واحد، هنحكم عليه في فترات بعيده، ولكن هو النادي الاهلي كان محتاج الست ايام دول، لان انت كان بقالك سبع شهور بتلعب طبعا. فترات مضغوطه بتلعب وبتسافر ده منهم شهرين فيه. ده منهم شهرين انت بتلعب كل ثلاث ايام مباراه، وعمال تجوب انحاء الجمهوريه يمينا ويسارا وشمالا وخارجها وبره كمان طبعا. فانت لو ما كنتش خدت الراحه دي كانت اللعيبه هتبقى تحت نفس الضغط، نفس ال والإجهاد كمان، الإجهاد البدني طبعًا. العالي جدا اللي بيأثر على فكر وذهن اللعيبه قبل عضلاته. طيب من هذا المنطلق بقى اسمح لنا احنا والمشاهدين ناخد راحه سلبيه طبعًا. على السريع هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. خلوا اعصابكم هاديه في المباراه، خدوا المباراه بجديه جامد جدا باعصاب هاديه علشان توصلوا للمطلوب. ابدا لازم يكون احنا طبعا اهتمام كبير، ما برضو ما نتكلش على ان احنا غلبنا هناك، لا لازم الماتش بجديه بجديه بجديه، لان دي سمعه النادي واسمه. يعني عايزه اقول لهم حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني من حبي ليهم يعني انا نفسي اقول لهم يعني ربنا معاهم وربنا معاهم ربنا معاهم باذن الله. ان احنا كلنا قلوبنا معاهم وربنا ان شاء الله هينصرهم باذن الله. يشدوا حيلهم بقى عشان فاضل تكه واحده وياخدوا البطوله العشره ان شاء الله يعني. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله باذنك يا رب، ويثبتوا كده ويفرحونا زي ما هم باستمرار مفرحنا. انكم طلعتوا رجاله في تونس هتطلعوا ارجل واجدع وابطال باذن الله في مصر، وتمتعونا. انتوا قد المسؤوليه، انتوا ابطال، انتوا متحفزين، الجمهور كله وراكم، مصر كلها وراكم، وربنا يوفقكم باذن الله. بقول لهم شدوا حيلكم وانتوا دايما رجاله ودايما رافعين راسنا، وان شاء الله هترفعوا راسنا وراس مصر ان شاء الله. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق، اللي بنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل المتعلقه بمباراه الاياب بين الاهلي والترجي التونسي، وكلمنا عن اللعيبه، وعايزين نوصل بقى مع حضرتك دلوقتي بالكلام لفكره حارس المرمى اللي هو يعتبر عنصر امان وضمان للعيبه وللجماهير بطبيعه الحال. 50% كمان من يعني والله، واحيانا بيبقى اكثر كمان والله، ساعات بيبقى فعلا اكثر خاصه مع الشناوي واكثر من السكين. بس قبل بقى من يعني نتطرق للشناوي، انا عايز اتكلم مع حضرتك عن فكره ميشيل يانكن وقدرته على تجهيز الحارس الاساسي والبدلاء بنفس القدر من الكفاءه، ودي حصلت قبل كده وشفناها مثلا مع علي لطفي لما يعني شارك المباراه، فدي برضو بتبين لك قدرات مدرب حراس المرمى. اكيد من ساعه ما جه مستر ميشيل واحنا شايفين تغيير ايجابي كبير جدا في الحراس اللي بتلعب كل الماتشات، حتى مصطفى شوبير لما لعب ماتش الكاس اثبت انه حارس جيد. الثلاثه ما شاء الله ماشيين كويس جدا، الشناوي لما بيغيب علي لطفي بيأدي ويمكن احسن كمان، خاصه في مباراه الزمالك اللي هي مباراه قمه ومباراه اعصاب وكل حاجه. اكثر من رائع كابتن فوزي بصراحه، وانت لما مباراه زي دي كلها اعصاب وضغط جماهيري ويظهر الحارس بالثبات ده، تعرفي ان السر الرئيسي في مدرب حراس المرمى. الراجل محب وعاشق للنادي الاهلي بدرجه كبيره جدا، كفايه انه لما سافر مستر فايلر النادي الاهلي طلب وهو استمر، ودي حاجه ايجابيه جدا. عايش في النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، غير التكتيك في التدريب للحراس، عامل حاله من الثبات الانفعالي وسرعه رد الفعل. هو هقول حاجه بس، هو في حاجات بيستخدمها ما كانتش موجوده في مصر من فترات بعيده بصراحه، يعني في اليه التدريب نفسها، حاجات لا ده اجهزه تدريبيه ما كانتش موجوده وهو جلبها لمصر
واحنا ما كناش نعرفها غير عن طريقه بس بالامانه يعني. الكلام ده من سنتين ودلوقتي بقى منتشر كل الاجهزه اللي هو جايبها، ولكن في الاول البدايه عنده هو. وطالما البدايه عنده هو لازم رد فعلها على الحراس تبان في اقرب وقت وفي اقصر مده، وده اللي حاصل. ناهيك ان انت عندك الشناوي الله اكبر، يعني غير انه كابتن الفريق هو قائد للفريق، هو حائط صد للفريق طبعاً. هو يعني لو عايز تتكلم عن الشناوي كقدرات ذهنيه بالظبط يعني. قدرات ذهنيه وعقليه ليه الاول قبل اي حاجه. انا في اول الحلقه قلت لكم القصه بتاعت ان هو خرج الصحفيين دي ثبات انفعالي غير طبيعي، ما كان ممكن يخش يهيص مع الناس طبعاً. انما عشان هو بيفكر صح وهادي وبيشوف الامور لاقصى لمدى بعيد. لا اهدوا لسه ان شاء الله نبقى نفرح في القاهره لما نلعب مباراه العوده، وده ثبات. ناهيك ان 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 هو اصلا كمان قائد المنتخب وقائد الفرقه يعني لا هو عنده من القياده مواصفات يعني. قياديه عاليه جدا. تدخل في واحده في الشوط الاولاني اللي رقص فيها بنغيس خط الدفاع وهو قدر انه ينزل عليها ويشيلها، كانت ممكن تقلب مجرى المباراه. فلا اعتقد ان يا بهدف فينا يا يتحسب بنالتي لو هو مكان اخطا لو لمس بس رجليه كان بنالتي على طول. فطبعا شكرا ميشيل يانكون، شكرا الشناوي، ولكن في الاول لازم 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 نشكر ميشيل يانكون. الراجل بيشتغل بضمير ومش اي حد بيجي مصر بيشتغل بضمير، خلينا او في الاحتراف عامه مش اي حد بيجي يشتغل بضمير. الراجل بيشتغل بضمير صحيح. بيدخل ما هو جديد، كل ما هو جديد وعارف هو بيعمل ايه، وعشان كده نقدر نقول له شابوه مستر ميشيل. طيب جدا، تسمح لي بقى اخد حضرتك شويه لليورو كوبا امريكا ماشي. كابتن فوزي ماشي. ومن خلال متابعتك يعني ايه المنتخبات اللي شايفها الافضل حاليا؟ وهنتكلم بما ان احنا ذكرنا حراس المرمى برضو، مين حراس المرمى اللي شايف ادائهم لحد دلوقتي اكثر من رائع؟ طيب لان في كذا اسم بصراحه. طيب نبتدي من كوبا امريكا ونقول ان مثلا كده كده ما فيش غير الارجنتين والبرازيل على قائمه الفرق المحترمه، يمكن البرازيل اقوى بكتير. يجي بعديهم كولومبيا وشيلي بس بدرجات مختلفه، فيعني مش هنلاقي منافسه كبيره جدا مع البرازيل. الارجنتين لو قابلتها هتتعبها، انما انا متوقع ان البرازيل تاخد البطوله. ده كوبا امريكا. الحراس مفيش تألق للحراس الامريكيين يعني في الفتره دي لسه، انما تعالي بقى هنا نتكلم على اليورو. اليورو فرق كتير اثبتت ان هي جايه تاخد البطوله، منهم ايطاليا. دوناروما عامل كحارس ايطاليا ثلاث ماتشات كلين شيت، ودي في اليورو حاجه صعبه جدا 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 جدا. فرنسا عامله جيمين كويسين جدا، عندها 4 بونت من نقطتين وفرقه بطل العالم، فريق تقيل جدا جدا. الحارس بتاعهم طبعا يعني مش هنتكلم عليه، راجل بيلعب في توتنهام وراجل بيلعب في منتخب فرنسا وراجل واخد بطوله كاس عالم اخيرا. فيعني طب ونوير ما لفتش انظارك؟ ده لسه احنا بنقول واحد واحد. خش على المانيا طبعا. نوير احسن حارس في العالم سنتين ورا بعض او ثلاثه ورا بعض اللي فاتوا، طبعا حارس قدير جدا جدا. اسبانيا يمكن بيلعب حارس بقاله كتير ما بيلعبش، ولكنه كل الحراس الاسبان معظمهم بيبقوا جيدين. في حارس مهضوم هتلاقيه في فنلندا اسمه هاسلاند. الحارس ده جيد جدا وفرقته خرجت من البطوله، ولكنه حارس مميز جدا 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 جدا. في حارس طبعا الدنمارك ابن مايكل، لا اله الا الله، محمد رسول. ساعات الاسامي بتروح. خلاص انسى يا كابتن النقطه دي، خلاص يا كابتن انسى النقطه دي، ماشي خش على اللي بعده على طول. بيلعب في ليستر سيتي يا جدعان، ماشي اوكي. هي ابوه كان بيلعب في مانشستر. طب وده كان مايكل. ايوه مايكل، مش مايكل دوما لحقونه او دوما لحقونه. طيب كويس ماشي، مش مايكل. حارس طبعا كنا حجرنا احنا في النقطه دي. حارس طبعا محترم جدا. معظم حراس اوروبا جيدين جدا ان لم يرتقوا لدرجه الامتياز، والمتابع للبطوله لازم هيتكيف زي ما بيقولوا كده. بس المهم اللي يتفرج ما يتفرجش كمشاهد، اللي يتفرج كمتابع. لو انت بتحب الحراسه اتفرج على الجون، تحركاته، تمركزاته، بالظبط، رد فعله، الحاجات دي هتفرق كتير جدا مع الحراس الصغيرين. بس مهم التركيز. مثلا زي مثلا لما يكون واحد بيحب مثلا كريستيانو، بيقعد شايف كريستيانو طول الماتش الكوره في الناحيه الثانيه وهو قاعد باصص عليه. صحيح. هو ده بقى اللي انا عايزه. حراس المرمى الصغيرين بص على الحارس بيتحرك ازاي ووقفته فين وتمركزه
ويعني تحركاته. فاعتقد لا البطوله مفيده او البطولتين عشان ما نبقاش ظلمه يعني، البطولتين كبار جدا بيقاموا في وقت واحد، بطولتين مميزين كل واحد فينا كبير وصغير ممكن يتعلم منه. بس ظروف كوبا امريكا يعني مش حلوه الموسم ده او السنه دي، يعني الظروف كتيره جدا حواليها ضد البطوله نفسها بالظبط. اصلا كمان البرازيل من الفرق اللي فيها كورونا عاليه، وامريكا اللاتينيه عامه الدوله نفسها الدوله يا مربوط طبعا امريكا، وكمان امريكا اللاتينيه كلها كورونا بدرجه فظيعه. هم كويس ان هم بيلعبوا في اجواء زي دي، زي ما بقول لك الحراس مش جيدين او ازاي زمان، يعني في حراس دلوقتي في امريكا اللاتينيه مش 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 عاليين قوي، معظمهم بيلعبوا حراس الحقيقه كابتن احمد، وحتى اللعيبه اهو يعني لما تيجي حتى بعيدا عن كوبا امريكا المنتخبات والاوروبيه منها كمان، حتى المنتخبات الاوروبيه مش بنفس التقل بتاعهم زمان. لا الكره اتغيرت يعني، ايطاليا غير ايطاليا، وان كانت طبعا جيده بس مش ايطاليا زمان. ايطاليا زمان كانت بتدافع بس، احنا اول مره نشوف ايطاليا. ايوه ماشي بس لا اسمع بس، اول مره بطوله. لا بص، فرقه ايطاليا حاله خاصه بعيد عن الفرق كلها. الفرقه الوحيده اللي بتهاجم وبتلعب كره حلوه، مع ان ايطاليا متعودين عليها بتدافع بس يعني دي في البطوله دي. انما طبعا الجوده في اللعيبه مش زي زمان، وخلي بالك السنتين اللي فاتوا اثروا على اللعيبه بالسلب، كورونا والتوقفات الكتير وعدم اللعب من غير جمهور. الفرقه دي بتفرق، يمكن هو اليورو ابتدى بجمهور، ولكن بقالك سنتين اللعيبه مش في اعلى مستوياتها، فاكيد هيظهر عليها في المدى القريب، وده اللي ظاهر. انما رجوع الجمهور في اوروبا دي حاجه يعني ان شاء الله مبشره بالخير في العالم بقى ان شاء الله. يا رب عقبالنا احنا كمان ان شاء الله. شكرا ليك كابتن فوزي بجد، شكرا، ربنا يعزك، ربنا يخليك. صباح نورتنا كالعاده، صباح الفل يا استاذ، صباح الفل عليك، وصباح الفل عليك، وصباح الفل على حضراتكم، وبكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاحشاء.